حضراتكم بنقرا طبعا كتير انه العالم كل ما بيخفف من اجراءات فرض القيود الكبيره وعدم الغاء اي انشطه او كده، فاللي بيحصل طبعا انه بيبقى فيه مزيد من الاصابات من فيروس كورونا. هي زي ما تقول كده دايره الحقيقه، لانه ما هم ما ينفعش نرجع تاني نوقف عشان الاقتصادات في العالم كله اللي اتعطلت، وفي نفس الوقت برضو فكره الفاكسين اللي اعتقد يعني اغلب كان العالم ممكن يكونوا خلاص بالفعل تلقوه أو اللقاح، فده ممكن يكون بيقلل من عدد الإصابات الجديدة. لكن في كل الأحوال الحقيقة في خبراء كتير في أوروبا حذروا من أن أوروبا هتسجل أعداد كبيرة من الإصابات بكورونا هذا الصيف، ده بسبب رفع القيود. وأيضا طالبت منظمة الصحة العالمية مراقبة الفيروس عن كثب بعد مضاعفة عدد الإصابات بثلاثة من في الشهر الماضي، يعني عدد الإصابات اتضربت في ثلاثة الشهر الماضي بس، وفقا لصحيفة ABC الإسبانية. هانز كلودج مدير وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في أوروبا قال إنه مع قيام الدول في جميع أنحاء أوروبا برفع الإجراءات الاجتماعية التي كانت سارية سينتشر الفيروس بمستويات عالية خلال فصل الصيف. وشدد في بيان على أن الفيروس لن يختفي لمجرد أن الدول تتوقف عن مراقبته، إنه مستمر في العدوى ويتغير ويستمر في القتل. وبسبب المتغير من BA.5 أوميكرون فإن عدد الإصابات المسجلة في 53 دولة في منظمة الصحة العالمية في أوروبا اقترب من 500 ألف حالة يوميا هذا الأسبوع، وفي نهاية مايو كان العدد 150 ألفا وفقا لبيانات المنظمة. لكن لا يزال عدد الوفيات عند مستوى منخفض مع حوالي 500 حالة وفاة يوميا، وهو مستوى وصل إليه صيف 2020. وخلال جزء من الشتاء وصل عدد الوفيات إلى 4000 ل5000 حالة يوميا، وتسجل جميع الدول الأوروبية تقريبا ارتفاعا في الإصابات. كلودج أيضا في نفس التصريح قال إنه بنأمل أن برامج التطعيم المكثفة التي تطبقها معظم الدول الأعضاء بالإضافة إلى الإصابات السابقة ستعني أننا سنتجنب العواقب الأكثر خطورة التي رأيناها في وقت مبكر من الوباء، مضيفا لكن توصياتنا ما زالت سارية. وشدد كلودج على أهمية الاستمرار في مراقبة الفيروس، وشدد الخبير على أنه بخلاف ذلك يجعلنا لا ننظر إلى الأمور بشكل دقيق وبشكل، ويحدث طبعا تزايد في الأعداد فيما يتعلق بطرق العدوى وتطورها.